أنا أبويا استشهد في سبيل الله وأنا فرحان. ليش فرحان؟ لأنه حمى الجيش، حمى العراق. الكثير من العوائل التعبانة اللي ما عندها إمكانية تشتري لها دفتر، زين كيف إذا كانت هذه العائلة متكونة من 5 أو 6 أطفال وفاقدين المعيل مالهم اللي هو أبوهم ولي أمرهم؟ تقوم استراحة الضباط الأبطال بتوزيع الهدايا على عوائل الشهداء من الأجهزة الأمنية وقوات الحج الشعبي. غروب استراحة الأبطال الذي يضم 20,000 ضابط من مختلف الوزارات. أبويا استشهد بسامرة 2015 وبرغم بأنه هو ميت، لكن هذول الضباط حسسوني بأن أبويا موجود بيناتنا.